لما اتصلوا فيا من عيادة كايا كتير كتير فرحت، لأني كنت أتمنى إني أكون من الفائزات وحابة يعني أتلقى بعض العلاجات، بس احتفظت بشكل وملامح وجهي. كثير مبسوطة من النتيجة. دكتورة عملت لي فيلر وراحت الخطوط حول الفم من الحين، يعني راحت ما أشوفها، ما حسيت بأي ألم. دكتورة ما شاء الله كانت كثير إيدها خفيفة، ما حسيت بألم الإبر ولا شيء، ما في لا تورم ولا ذرقان في الوجه. الحمد لله، مبسوطة. شكرا كايا كلينيك.